كلمة لحسين الشحات. اتفضل. امبارح انا عارف ان هو موضوع الماسك يعني بيقرف اللعيبة، بيقرف صراحة، انما فكرة ان هو يتخلى عنه بعد دقيقتين ثلاثة في المباراة، سلامتك اهم، انت لاعب محترف ومهم جدا. انا بصراحه ما كنتش هلبسه اساسا. والله احس ان هو في ماتشات زي دي الواحد بيبقى عايز ياخد يعني نفس، الواحد بس بيبقى يعني حابب. طبعا انت عندك حق، مطمن عليه. طيب. فيعني سلامته اهم من اي حاجه يعني. طيب خريطه التوزيع بقى، الاستحواذ اللي كنا بنتكلم عنها في الاستحواذ طبعا كان في على مدار المباراه تفاوت كبير. لو نستعرض التشارت اللي معانا هنشوف الاهلي امتى كان بيقدر يتفوق وايه الدقائق اللي قدر يتفوق فيها، واللي انا كنت بشوف ان احنا كان ممكن بشكل ما نقدر نسجل يعني، خصوصا في الدقائق الاخيره من المباراه. نشوف بس الشارت معانا، يا ريت يكون جاهز، لان توزيعه الاستحواذ على مدار المباراه كان فيها تفاوت كبير خلال المباراه. اول ربع ساعه طبعا الاستحواذ كان للترجي طبيعي أو منطقي جدا، بعدين الاستحواذ في الربع ساعه الثانيه كان اعلى بكتير من الربع ساعه الاولانيه، برضو لكن طبيعي. اخر ربع ساعه في الشوط الاولاني كان متقارب جدا. نزلنا الشوط الثاني برضو الاستحواذ كان كبير جدا اول ربع ساعه للترجي، ثم بدا يقل شويه، لكن اخر ربع ساعه من اللي هي من الدقيقه 75 للدقيقه 90 كان في تفوق كبير جدا للنادي الاهلي، وهم تحديدا اخر 20 دقيقه او اكتر شويه التفوق فيها كان كبير جدا، لكن احنا ما قدرناش نستغل ده. معانا التشارت الثاني اللي هو فيه اللي بالرمادي، اللي بالرمادي اللي هو الاهلي، وباللازق اللي باللبني هو الترجي. بالظبط. نسبه الفوز بالكوره وازاي برضو توزيعتها على مدار المباراه، وبقول احنا ليه فرطنا في اخر ربع ساعه او ثلث ساعه. اول 15 دقيقه كانت النسبه شويه متقاربه في الفوز بالكوره، الاهلي كان اكتر شويه، لكن في الربع ساعه الثانيه كان في تفوق للترجي، وفي الربع ساعه الثالثه رجع التفوق ثاني للنادي الاهلي، وفي الشوط الثاني كان التفوق للنادي الاهلي في اول ربع ساعه، ثم الترجي في ربع ساعه الثانيه، ثم الترجي في اخر ربع ساعه اللي احنا كان نسبه استحواذنا فيها عالي جدا. فالحقيقه انا بشوف ان احنا فرطنا، يعني كان ممكن نطمع شويه في اخر ربع ساعه او ثلث ساعه ان احنا نسجل، لكن هو حصل الاتفاق الضمني ده. احنا قاعدين في التكييف. بالظبط. المدرب طبعا بيبقى له وجهات نظر مختلفه. شايف حاجه ثانيه، هو كان اهم حاجه بالنسبه له ان هو ما استقبلش، خصوصا بعد الظروف اللي مرينا بيها في المباراه واصابه معلول يعني. فان شاء الله الماتش الجاي بقى نكون حلينا الازمه دي، لان هتاخد منه تفكير كبير قوي الموضوع.